ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكرت آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدئ، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا اجتهادا منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينصه على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم يصلح أن يكون مثالا صالحا، ليكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه فلا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدئ، فيشترط في المبتدع إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنها عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديانة حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الفلاني بيقول هذا سنة والشيخ الفلاني؟ إذا هن مبتدعة. عرفت من جواب الآن أنه لا ليس مبتدعة، لكن هذا الفهم على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارض. كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي تركها في الخطبة. هذا لأمر عارض،
فلا يقال لمثله انه ابتدع. كل هذا يرد على اثر ابي هريرة. اما ان هذا الاثر اذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، اما ان هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. واليكم البيان. اهل العلم يقولون ان قول الصحابي او فعله حجة اذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر. ذلك لانه من الثابت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم انه كان يصلي 8 ركعات. وهذا هو الذي امر به الرسول عليه السلام وحب عليه في الاحاديث الصحيحة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء زاد كما ذكرنا عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تملوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف، لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فلن يقوم يعظ الناس ويعلمهم، يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد إلى التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بأن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث الرجل أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فيعظ، وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له، لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يشبه تماما كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه وأوصل الماء إلى ساقه. هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بنو فروخ؟ ما كان يظن أنه في هناك مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هذه المبالغة فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه، لكن لا نقول إنه ابتدع،
لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو جواب الأثر، ولعله واضح إن شاء الله.